صباح الخير جميعا. صباح الفل يا ستي. صباحية مباركة يا عروس. صباحية مباركة يعني ايه؟ يعني بايتة فين يا بيضة؟ ورجع لنا بالموضة. أنا مش كلمتك امبارح في التليفون وقلت لك إن أنا في المستشفى؟ أيوه ما حصلش. يبقى لازم الفستان ده بقى تبع العمليات. أنا مش هرد عليكي وهفهم خالي. خالك مين يا دنايا؟ ده خالي الجيب، ده أخو الخال. لما بقى حمدية الأحسن عليا اليمين. يمين؟ يمين ولا شمال يا حبيبي؟ فوق يا روحي، ده الشقة والمؤخر والمقدم والعدة كله من حقي، ولا إيه؟ ده القانون مع الولاية يا حبي. كده برضه يا سناء، يعني كان لازم تنرفزيها على الصبح. أنا برضه اللي نرفزتها يا خالي. ده بدل ما تدافع عني وتحميني. طب أنا راجعة مطرح ما جيت. بالسلامة يا بناي، حلاوتك في الإنعاش.